السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى توقعات مباراة يوم السبت من الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي وكأس أمم إفريقيا. لا تنسوا الاشتراك ولايك للفيديو سيلقاكم جديد. ولنمر إلى توقع المباريات وإلى التفاصيل. المباراة الأولى تجمع بين المنتخب الكاميروني ومنتخب بوركينا فاسو في تحديد المرتبة الثالثة. طبعا التوقع الشخصي هو فوز منتخب الكاميرون على منتخب بوركينا فاسو. التوقع هو فوز نادي هو فوز منتخب الكاميرون. المباراة التالية تجمع بين أولمبيك ليون وموناكو في الدوري الفرنسي. التوقع هو فوز نادي موناكو. التوقع هو فوز نادي موناكو على أولمبيك ليون. المباراة التالية تجمع بين بايرن ميونخ ولايبزيغ. التوقع طبعا لصالح البباري. التوقع هو فوز نادي بايرن ميونخ على لايبزيغ. التوقع هو فوز نادي بايرن ميونخ. المباراة التالية تجمع بين اي سي ميلان وانتر. التوقع الشخصي هو فوز نادي انتر على ميلان. التوقع هو فوز نادي انتر على اي سي ميلان. المباراة التالية تجمع بين روما وجينوا. التوقع هو فوز نادي روما. التوقع هو فوز نادي روما في هذه المباراة. المباراة التالية تجمع بين إشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني. التوقع هو فوز نادي الأندلس إشبيلية. التوقع هو فوز نادي إشبيلية. المباراة التالية تجمع بين تشيلسي وبلومز في كأس الرابطة الإنجليزية. والتوقع هو فوز نادي البلوز تشيلسي. التوقع هو فوز نادي البلوز تشيلسي. المباراة التالية تجمع بين ويست هام وكيدرمنت. التوقع هو فوز نادي ويست هام. التوقع هو فوز نادي ويست هام. المباراة الأخيرة تجمع بين مانشستر سيتي وفولهام. والتوقع هو فوز نادي مانشستر سيتي. التوقع هو فوز نادي مانشستر سيتي في هذه المباراة. طبعا هذا هو توقع مباراة يوم السبت. لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو سيلقاكم جديد. وإلى اللقاء.